كمان النهارده المدينه الجامعيه لجامعه القاهره استقبلت الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت علشان يقضوا فتره العزل الاحتياطي داخل المدينه الجامعيه التابعه لجامعه القاهره، وده بعد ما وصلوا امبارح من الكويت. طبعا كان في استغاثات كثيره بتاتي من دوله الكويت في الفتره اللي فاتت لعدد من المصريين اللي كانوا عالقين في الكويت وكانوا بيطالبوا بالعوده الى بلدهم. تم تسيير عدد من الرحلات الاستثنائيه من قبل شركه مصر للطيران للعديد من هذه الدول، وتم بالفعل اجلاء المصريين العالقين هناك. ودي صور من النهارده ومن اليومين اللي فاتوا مع وصول اهالينا المصريين اللي كانوا موجودين في الكويت. معانا الدكتور محمود عالم الدين، متحدث باسم جامعه القاهره. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذه ايمان، اهلا وسهلا. المفروض انه اهالينا اللي رجعوا من الكويت موجودين في المدينه الجامعيه في جامعه القاهره. ازاي قدرتوا توضبوا المكان علشان يستقبل هذا العدد؟ ومعلش الاول حضرتك قولي عددهم قد ايه؟ هو وصل حتى الان يعني اربع افواج 1300 شخص وصلوا يعني قبل مدفع الافطار يعني بساعات قليله. وصل الفوج الرابع، استقبله الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعه في المدينه الجامعيه. اكتمل حتى الان 1300 شخص. طبعا يعني خلال الفتره الماضيه جامعه القاهره قامت ب عملية يعني تطوير وتحديث لكل ما يتعلق بمنشآت المدينة الجامعية والمداخل وكل ما يتعلق بها، ثم أيضا بدعم من القوات المسلحة ووزارة التضامن تم تأهيل المدن الجامعية لجامعة القاهرة لكي تكون مستشفيات للعزل للمواطنين سواء العائدين من الخارج أو الموجودين هنا في القاهرة. يعني تم تجهيز الغرف، الحمامات، تم إعداد عيادات طبية، تطوير الكافيتريات وكل ما تتخيليه. أخدت وقت قد إيه يا دكتور علشان يعني المكان ده يبقى مهيأ لاستقبال هذا العدد؟ يعني التأهيل العادي خد شهور قبل كده. التأهيل والتجهيز لكي يكون مستشفى العزل يمكن بقالنا 3 أسابيع في هذا الموضوع بدعم رئيسي من القوات المسلحة. والآن يمكن الصور اللي حضرتك عرضتيها واللي موجودة الآن بتقول إنه يعني هذه الأماكن بقدر الإمكان مناسبة لي يعني أهلنا اللي رجعوا من الكويت. طبعا أنا شايفة يعني بوابات على المدخل أهو، دي بوابات تعقيم. هنا طبعا استقبلوا بإجراءات احترازية. يعني عمليات، اولا في بوابات تعقيم زي حضرتك ما شفتي، اكثر من بوابه للتعقيم. بعد كده عمليه تعقيم لكل الشنط اللي معاهم والادوات اللي معاهم. هل حد فيهم مثلا كان فيه اشتباه اصابه حد فيهم، ولا الحمد لله كلهم كويسين؟ لحد دلوقتي الكل كويس الحمد لله. طيب الحمد لله. ايضا بمجرد انه وصل يعني حتى لو طلعتي في صوره شهيره موجوده اللي هو المكان اللي فيه القفازات والماسكات ياخدوها. بعد كده بيطلع الاوضه بتاعته، كل شخص اسمه موجود على الاوضه بتاعته. هناك كافيتيريا شغاله 24 ساعه، هناك توفير للوجبات لهم، هناك عياده طبيه فيها طبيب مقيم لمده برضه 24 ساعه. هناك اجراءات احترازيه متخذه، عمليات تعقيم وتطهير مستمره بتتم للمباني. يعني مكان يعني للعزل الصحي المؤقت، يعني معتمده طبعا لجامعه القاهره عندها بروتوكولات مكافحه العدوى والوقايه المطبقه في كل منشاتها. وحضرتك بتقولي برضه ان هيكون في متابعه طبيه ليهم طول الوقت. طبعا يمكن في طبيب، في طبيب مقيم. طيب هايل. انا الصوره دي اثبت يا هلال، ارجع صوره المواطن العائد واللي بيسجد امام الجامعه شكرا لله على وصوله الى بلده. صوره بألف كلمه، يعني الحمد لله على سلامتهم جميعا. يعني وهم هيقعدوا كام يوم؟ 15 يوم في العزل؟ 14 يوم. 14 يوم، وان شاء الله كلهم يرجعوا يعني سالمين وامنين لاهلهم، والحمد لله على سلامتهم جميعا. بشكرك دكتور محمود عالم الدين، متحدث باسم جامعه القاهره.